السلام عليكم. الصيف صيف، فاش كنقولوا الصيف يعني كنهضروا على مشروبات. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على عصير الاخضر اللي دار واحد ضجه كبيره على اليوتيوب، لكن قبل ما نتناولوا هذا العصير ضروري يتوفر على هذه الشروط. قبل ما نتكلم لكم على الشروط نتعرفوا على العصير الاخضر، الفوائد ديالو. كنعرفوا بانه هو كيخلص الجسم من السموم وكيزودنا بالطاقه وكيصفي لنا البشره، وعنده بزاف ديال المنافع البنات. شوفوا راه بالدليل وبالنتائج، كانت عندنا حنا بنيته صغيره دوزنا لها التحاليل ديال فقر الدم ولقى بان عندها فقر الدم حاد، عطاها الطبيب الدواء ولكن حنا ما تبعناش لها الدواء، بقينا متبعين لها العصير الاخضر الصباح والعشيه الصباح والعشيه، وما شاء الله ما دوزتش لبنيته 3 شهور ودوزنا لها مره اخرى. فاش دوزت 3 شهور دوزنا لها التحاليل ولقينا باللي عندها فقر الدم، قال لها الطبيب اللي راه مزيان هو كيظن بانه حنا تبعنا الدواء، ولكن حنا تبعنا لها غير العصير الاخضر، يعني غير باش تقتنعوا باللي راه العصير الاخضر راه مفيد جدا، ولكن بالمداومه خاصكم تداوموا عليه. والبنات العصير راه ماشي غير كور حتى العور، خاصكم تعرفوا الشروط اللي هو باش يكون مفيد للجسم ونستافدوا من داك العصير، خاصو الشروط ديالو اللي هما العصير ما دائما كيتشرب على الريق. الا بغينا العصير نستافدوا منه اكثر خاصنا ضروري نشربوا على الريق، وهذا ما كنزيدوش السكر على العصير. الا زدنا السكر على العصير هنا كتفرز الانسولين، ولا تفرزت لنا الانسولين هنا الجسم خاصو يضطر المقاومه ديال الانسولين. وحاجه اخرى البنات ضروري ديروا الكرافس في العصير، لان الكرافس عنده كيحتوي على الانزيمات وكيحتوي على املاح الصوديوم. وحاجه اخرى البنات ضروري ما ديروش الخضروات في الثلاجه، يعني تجمدوهم وتقولوا بلاتي نستعملوهم، ما الاحسن يبقاو طريين كيف ما هما. العصير كنستافدوا منه الا كانوا المواد ديالو المكونات ديالو طريين، هكا كيستافد منه الجسم اكثر. والشرط الرابع على ما اظن اللي وصلت البنات، خاص ضروري العصير الا درنا العصير كنشربوه ديك الساعات، يعني اون فوا كنديروا العصير كنشربوه باش يستافد منه الجسم اكثر. الا خلينا راه ما كنستافدو من حتى حاجه وكيفقد ديك القيمه الغذائيه ديالو، خصوصا الليمون راه كيفقد جميع القيمه الغذائيه ديالو. والشرط الاخير اللي غادي نذكر هو انكم تزيدوا عشبه ديال الشعير، خصوصا العيالات ولا البنات اللي كيعرفوا التنبات راه يقدروا يشدوا الحبوب ديال الشعير وينبتوهم، ولا ما عرفتوش تنبتوهم المهم من قولوها لي في الكومونتير ونخلي لكم فيديو طريقه ديال التنبات، هي طريقه رائعه جدا مهمه للجسم. وبالنسبه للشعير فهو مصدر ممتاز للالياف الغذائيه وكيعزز واحد الصحه ديال القولون، وغني بمضاد ديال الاكسده وتقويه جهاز المناعه. ايوا كنتمنى هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه اكثر، وكنتمنى يعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر ديال الاعجاب، وتخلوا لي لي كومونتير وتبارطاجيو. فهاد الفيديو حطيت لكم بزاف ديال الوصفات ديال العصير الاخضر اللي ممكن ديروهم، ولكن الوصفه حنا اللي استعملناها البنيته كنديروا فيها السبانخ وبروكولي هذا الخيار، وكندير فيها الكرافس والخرشوف والليمون، ضروري الليمون. هادو هما المكونات اللي استعملنا البنيته اللي كان عندها فقر الدم، وصراحه لقات على واحد النتيجه اللي هي رائعه، وهادشي راه بالنتائج يعني بالتحاليل من بعد ما دوزات واحد 3 شهور والمداومه. البنات ما تقولوش غنشرب اليوم وغدا لا، غتشربوا الصباح والعشيه، خصوصا البنات اللي عندهم الوقت وكيبغوا يتهلاو في صحتهم ممكن تشربوهم، يعني ديروا الوقيت تشربوا الصباح والعشيه، ضروري الصباح والعشيه الصباح والعشيه. كنت كدوز 3 مواه تقريبا عاد كنشوفوا النتائج على الوجه ديالنا وعلى صحتنا. وكنتمنى تكونوا بخير وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو.